بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حاجه كنا عملناها المره اللي فاتت ان انا سطبت الاكتيف دايركتوري اللي نوع ايه اديشنال، تمام، وكنا واقفين على ان على ان الاثنين كنت حطيتهم في تو فيزيكال لوكيشنز مختلفين، ده في سايت وده في سايت. حصل ريبليكيشن ساعتها؟ لا، لان احنا اتفقنا لما بيتحطوا تحت نفس الفيزيكال لوكيشن الريبليكيشن بيحصل قد ايه في النو تايم، لكن لما يكون كل واحد في فيزيكال لوكيشن مختلف يا اما استنى شويه اللي هي 180 مينت او افتح السي ام دي واعمل ريبليكيشن بنفسي. تمام، هعمله ازاي؟ عندي تول اسمها ريب ادمن. ريب ايه؟ ادمن. انا عن نفسي مش حافظه كل الاوبشنز بتاعتها، فانا بستسهل واقول له على علامه استفهام، على علامه استفهام لاي امر في الدوسيه يا شباب بيجيب الاوبشنز. الاوبشن اللي انا انترستد فيه دلوقتي ريبليكيت، اوبشن ايه؟ ريبليكيت. فاقول له هنا على ريبليكيت، بس الامر لسه كماله انا برضو مش حافظه، فلما قلت له انتر قال لي صغت الامر بالمنظر ده. ريب ادمن ريبليكيت. مين هو الديستنيشن؟ الجهاز اللي انا واقف عليه. مين هو السورس؟ الجهاز اللي اسمه برايمري، تمام، والدومين كنترولر اسمه كذا، تمام. فهاجي انا اقول له ايه الاول هوست نيم كده عشان اعرف انا على انهي مكنه، على ماستر. فاقول له ريب ادمن على ريبليكيت، تمام. هو طالب مني الاول الديستنيشن، الديستنيشن مين هو؟ ماستر. طيب السورس اسمه برايمري، الدومين كنترولر اللي اسمه سيتا تبع الدومين كنترولر اللي اسمه لوكال. قال لي هنا ايه؟ الريبليكيشن كومبليتد سكسسفلي. لو جيت افتح هنا بقى الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، ما كانش حصل ريبليكيشن. لا ما اتنقلتش. الفيديو بتاع المره اللي فاتت موجود هنا، ايه اللي حصل؟ صح، كان صح كان احنا كنا واقفين على الاكونت الجديد، مش كنت انا كريت اكونت هناك؟ كان هو السيد ده. ازاي كريت السيد حتى اختلفنا؟ ازاي واحد اسمه سيد تمام. الريبليكيشن اللي في الاول جابني فعلا ان اليوزرز دول اللي قدامكم ما عدا السيد، لما كريت السيد على ماستر ما جابوش ليا هنا. السيد على اني مكان على الاثنين الاديشنال يا باهي. انا دلوقتي على انهي ماشين؟ الاديشنال، تمام، اللي انا مسميها ماستر، تمام. الجهاز الرئيسي اللي هو المكنه دي المكنه اللي احنا شغالين عليها من اول الكورس اللي اسمها برايمري، هو ده البرايمري اكتف دايركتوري. وعملنا اديشنال، اخد كل اخد كل حاجه موجوده عندي هنا، تمام. وقلنا الريبليكيشن هيتم قد ايه يا شباب؟ 3 ساعات. كل 3 ساعات اللي هو ال 180 سكند، او ممكن انا اظبطها من تولز اكتف دايركتوري. انا قلت سكند، انا اسفه، مينتس. هظبطها من اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، تمام. لو جيت هنا تحت سايت اليكس ده مثلا، تمام، هدخل تحت الان تي دي اس بتاعته، كليك يمين بروبرتيز، تمام، واقول له تشينج سكادول. اتفقنا ان اظبط بقى السكادول زي ما انا عايزه، فاكرين الكلام ده؟ يعني ممكن اقول له مثلا قول واخليه توايس بر اور، او مثلا الريكومندد ان انا اقول له ساتردي. طبيعي انا تحضرتش المره اللي فاتت، طبيعي. على السريع كده بيه، على السريع الاديشنال بياخد ايه؟ اي اكونت انا بعمله على البرايمري المفروض ان هو يكريت في نفس الوقت في الاديشنال بالظبط. كل ما اعمل حاجه على البرايمري يصير عند الاديشنال، كده بيحصل ما بينهم حاجه بنسميها ريبليكيشن، تمام. بس الريبليكيشن ده ليه تو سيناريوز. ان انا دلوقتي لو دخلت على اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، الديفولت ان انا كان عندي هنا سايت واحد بس، تمام، السايت اللي هو لونه أو ازرق ده، اوكي. لو انا كنت سبت الاثنين، لا السايت ده اعتبره كده سويتش والاثنين عليه لغايه ما ناخده بالتفصيل باذن الله، اعتبره ايه؟ سويتش والاثنين عليه. فلما انا دلوقتي لو كنت سطبتهم الاثنين تحت كايرو، تمام، كل اللي فيها ده كان اسمه فيرست مش عارفه ايه كده، عملت كليك يمين عليه وقلت له رينيم وسميته كايرو، تمام. باي ديفولت كان هيرمي نفسه هنا في كايرو في الاديشنال،
لكن وانا بسطب الاديشنال كريت هنا على البرايمري سايت جديد عن طريق ان انا جيت على سايت قلت له هنا كليك يمين نيو سايت وعملت السايت اللي اسمه اليكس، وانا بسطب الاديشنال قلت له ارمي نفسك تحت اليكس. تمام؟ فلو الاثنين كانوا تحت كايرو كان الريبليكيشن هيتم في النو تايم. بمعنى ايه؟ اي حاجه اعملها على البرايمري على طول يظهر في الطرف الثاني، لكن الاثنين دلوقتي انا حطيت كل واحد في سايت ايوه لا امتى بقى؟ لما يكون كل واحد في سايت مختلف، او زي ما انا لسه قايله كده هتيجي على السيرفر بتاعك تحت الان تي دي اس ده مثلا الان تي دي اس بتاعته كليك يمين بروبرتيز وتظبط هنا السكيدجول بنفسك يا بيه. تمام؟ سكيدجول يعني ايه؟ هيحصل ريبليكيشن امتى؟ هيحصل ايه؟ ريبليكيشن امتى؟ تمام؟ على ينفع اغير فيها اهي مثلا ريكومندد هقول لك ريكومندد الوقت اللي الموظفين قاعدين فيه على المكاتب بتاعتهم مش ريكومندد تعمل ريبليكيشن كتير عشان ما يستهلكش الباندويث. تمام؟ خصوصا لو يعني الاول قبل ما انسى ريكومندد امتى اخلي كل واحد في فيزيكال لوكيشن مختلف في سايت مختلف لو ده في سايت فعليا مختلف عن السايت الاولاني وبينهم وين كونكشن وبينهم ايه وين كونكشن فمش منطقي ان كل ما اعمل حاجه على الاولاني تسمع على الثاني. تمام؟ افرض ان الوان كونكشن اللي ما بينهم سرعته بطيئه لكن ريكومندد ان هم يكونوا في نفس السايت امتى لو الاثنين في نفس الفيزيكال لوكيشن الاثنين في نفس الفرع للشركه بحيث الاولاني لو وقع اليوزرز يؤثنيكيتو وين الثاني. تمام؟ فانت ممكن ده دلوقتي بقى تظبطها براحتك. على سبيل المثال الموظفين قاعدين على مكاتبهم من الساعه 8 الصبح للساعه مثلا 6 تمام ايام الاسبوع كلها ما عدا فرايدي وساتردي يبقى الفتره دي كده خليها مثلا وانس بير اور والباقي كله مثلا كده خليه مثلا يلا توايس بير اور فور تايمز بير اور على اساس بقى بالليل بقى ويوم الجمعه ومش عارفه ايه ما حدش موجود. تمام؟ ومن الساعه 6 ظبطها زي ما انت عايز ظبطها انت اضرب الشبكه بتاعتك. تمام كده يا شباب؟ كل يومين لو انت هتعمل كده خلاص يا شباب. طيب ده بالنسبه للريبليكيشن. كنا اتكلمنا برضو المره اللي فاتت ان الاكتف دايركتوري بيلعب اكتر من رول بيلعب ايه اكتر من رول. الرول الاولانيه كنا سميناها دومين نيمينج ماستر رول ده كان ايه معناه باهر دومين باهر محمد ولا بهاء سوري معلش بهاء محمد بهاء ها ايوه بس هو بيعمل الدومين نيمينج ماستر رول بيعمل نيمينج ماستر يا راجل كنا قلنا لو انا دلوقتي عملت لو انا عملت بس شباب كنا قلنا دلوقتي زي مثلا ان انا بسطب اديشنال بسطب برايمري تشايلد المفروض ان الكلام ده كله هيروح يتشيك على البرايمري الاول عشان يتشيك ويرجستر اسمه جواه. طب لما اجي دلته برضه هيروح للبرايمري عشان يمسح اسمه منه. تمام؟ اشمعنى البرايمري؟ لانه باي ديفولت هو بيلعب السيرفر اللي اسمه دومين نيمينج ماستر رول بيلعب ايه؟ دومين نيمينج ماستر رول. تمام؟ اللي هو مين؟ الفيرست دومين كنترولر اللي هو في حالتي البرايمري اللي انا واقفه عليه ده. عشان اتاكد لو دخلت هنا على تولز اكتف دايركتوري دومينز اند تراست طب ثانيه واحده بس يا خالد ثانيه واحده لو جيت هنا كليك يمين تمام هاجي كليك يمين على الكلمه نفسها اكتف دايركتوري دومينز اند تراست كليك يمين اوبريشن ماستر مين اللي بيلعب ايه دي اول مره ندخل عليها ما احنا انا ماشي واحده واحده اهو دخلت على اكتف دايركتوري دومينز اند تراست تمام وجيت على كلمه اكتف دايركتوري دومين اند تراست نفسها كليك يمين وقلت له اوبريشن ماستر قال لي مين الجهاز اصلا اللي بيلعب كدومين نيمينج ماستر رول مين هو الجهاز اللي اسمه برايمري. تمام؟ طب زي ان انا كنت عايزه تشينج الكلام ده على الجهاز اللي انا واقفه عليه كنت اقول له هنا تشينج هو في حالتي هو تعالى اوريها لكم على الجهاز التاني توضح اكتر لو جيت على الاديشنال يعني ايه مشترك؟ يعني ثواني يا شباب يعني ايه مشترك؟ باهر بهاء انا لما جيت على الاديشنال ما كتبتش اسم دومين خالص ايوه هو راح ايه؟ اخذ اسم الدومين من البرايمري ما ذكرنيش صح؟ اخذ اسم الدومين اصلا من البرايمري مش احنا اتفقنا ان البرايمري والاديشنال هما اصلا نفس الدومين؟
بس احنا قلنا مش هتفرق جهاز واحد بس قلنا من ده او من ده مش هتفرق يعني ايه من ده او من ده الاديشنال او اللي هو الاساسي يعني لو هياخد اسمه مننا او مننا مش هتفرق مش ده هو اسم واحد انت بتعمل البرايمري واحنا بنعمل الاديشنال المره اللي فاتت يا باهي هو راح اصلا اخد ايه الاسم من البرايمري تمام فالاثنين ليهم نفس الاسم هو اللي اخد الاسم بالظبط تمام تمام معنى كده لو في دومين تاني هيبقى برضو عندي كاز واحد بس بيلعب كدومين نيمينج ماستر رول اللي هو الفيرست هو الفيرست اللي هو على مستوى الفيرست كلها طيب يعني والاديشنال برضو تبع الدومين التاني هتروح برضو ريجستر في دومين تاني خالص بالظبط اه بس هيبقى لانه تشايلد تحتيه لانه تشايلد تحتيه تاني سي دلوقتي ان انا هعمل اديشنال او هعمل تشايلد التشايلد ده هيروح للبرايمري الرئيسي اللي انا عملته اول واحد خالص عشان يسجل اسمه جواه عشان يتعرف ان في تشايلد اسمه كذا تمام هيروح لانهي جهاز بالظبط يسجل اسمه جواه الجهاز اللي بيلعب كدومين نيمينج ماستر رول اللي هو اول جهاز بيقول انا دلوقتي هتشنج الكلام ده تمام خالد هو الجهاز الرئيسي بتاعه خلاص طيب سي دلوقتي يا شباب ان انا عايزه انقل الرولز يعني على سبيل المثال البرايمري مش عايزه هو اللي يبقى عليه الدومين نيمينج ماستر رول ده هاجي على الاديشنال كليك يمين دومينز اند تراست تمام وعلى مستوى الكلمه نفسها هاجي هنا اقول له ايه اوبريشن ماستر تمام بيقول لي هنا هو انا على انهي مكان الاديشنال لان الكونسول لا 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 معلش لان لا المفروض كانت هتظهر هنا بشكل مختلف لان الكونسول باي ديفولت شاور لي على برايمري دوت سيتا دوت لوكال هكليك هنا يمين واقول له فين تشينج اكتف تشينج مش عارفه ايه دي وعايز اغير الكونسول ان هو يشاور على ماستر اخليه يشاور على مين يا شباب ماستر اوكي كده بيشاور على الكونسول بتاعي بيشاور على مين ماستر اللي هو المكنه اللي انا واقفه عليها كليك يمين واقول له هنا اوبريشن ماستر ده الاديشنال تمام تمام فقال لي دلوقتي الجهاز اللي بيلعب كدومين نيمينج ماستر رول برايمري دوت سيتا دوت لوكال وانا واقفه على ماستر دوت سيتا دوت لوكال تحب اغيره لك اه ار يو شور يس ها سكسسفلي ترانسفيرد دي مش عملت كده هناك لان هناك اصلا بيشاور على البرايمري هقول له تشينج على مين اصلا ما هيخليش على تقصد اغير يعني في ماشي اوكي هو كان يقصد ان انا اجي هنا تمام الاول ارفرش كده عشان اتاكد فعلا انه اتغير على البرايمري كليك يمين اوبريشن ماستر فعلا بقى مين ماستر ممكن اقول له هنا تشينج انت تقصد يعني يا بهاء ان انا كان ممكن اجي اكليك هنا يمين واقول له تشينج اكتف دايركتوري دومين كنترولر عشان الكونسول بتاعي يشاور على الماستر مفيش مشكله عادي انا مش هينفع اخليه يشاور هنا من طريق اوبريشن ماستر ده لا ان احنا خلينا نشاور لازم تخليه اصلا الاول تغير الكونسول ده بيشاور على مين أيوة. الكونسول بيشاور على الماستر لا لا ما ينفعش لان هو قدام قال لك المعلومه بتاعتك هو بيشاور على كذا وانت هتغيره لمين لنفسك سؤال بقى ساكت دايركت في بقى اقول لك على حاجه افرض دلوقتي ان البرايمري وقع افرض ايه ان البرايمري وقع الناس هتاثنيكيت من الاديشنال بس لو جيت اضيف دومين كنترولر جديد مش ينفع البرايمري وقع الناس هتاثنيكيت من التاني الاديشنال لكن لما اجي دلوقتي ان انا يعني اضيف دومين كنترولر جديد تشايلد مثلا تمام هيروح يرجستر نفسه على مين الجهاز اللي بيلعب كدومين نيمينج ماستر رول ما هو وقع الاديشنال لا عشان انا نقلته دلوقتي انما دلوقتي باهي بيقصد ان انا ليه بعمل كده افرض ان انا ما كنتش نقلته ما نقلتش الرول دي لا ينفع ان انا اضيف دومين ولا ادلل دومين ولا ينفع اعمل اي حاجه خالص وانا كده نقلتها ولا كوبي اب هو انا شرحت الكورس امبارح صح المره اللي فاتت سوري لا انا بقى ريبليكيشن عشان يبقى اللي هنا هو هنا واللي هنا هو هنا تمام ليه عملت كده ليه عشان لو واحد وقع التاني شغال بداله بس ما ينفعش اضيف فيه دومين كنترول خالص شغال بداله كاوثنتيكيشن شغال بداله كايه
اوثنتيكيشن. لكن دلوقتي افرض تاني ان البرايمري اللي كان بيلعب كدومين نيمينج ماستر رول وقع، جيت انا بعد كده على الاديشنال حبيت ان انا اضيف تشايلد، اللي تشايلد هيرجستر نفسه فين؟ في الجهاز اللي بيلعب كدومين نيمينج ماستر رول، مش هيلاقيه. يعني بايبر دوت في الحاله اللي انا لسه عاملها دي اه خلاص، لان انا قلت كده روح لاني فعلا قلت روح. لو ايه شباب انا مش سامع سؤاله. لو انا رجعت، انا دلوقتي انا مش هقول على الماستر صح؟ تمام. لو انا رجعت بقى للبرايمري يعني كده لو وقع مش هعرف اضيف اي دومين كنترول من هنا. تمام، على حسب مين اللي بيلعب كدومين نيمينج ماستر رول. يبقى ده كده احسن، البرايمري شغال اضيف فيه عادي وبرده الماستر برده شغال. طيب ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ هخلي البرايمري هو اللي ايه؟ اللي بيعمل كل الرولز مثلا، على اساس ان انا جايبه مكنه امكانياتها عاليه واللود كله هيبقى عليه، تمام؟ وقت ما تقع هاجي على الاديشنال اخليه هو اللي يمسك الرولز دي، بس مش بالطريقه اللي انا بعملها دي. لان البرايمري لو وقع وحاولت ان انا اعمل الكلام ده بالطريقه اللي انا بعملها دي هيدي ايرور، لان هو المفروض بياخدها بالادب كده، بيروح للبرايمري يعمل منه حاجه بنسميها ترانسفير. ترانسفير يعني بيروح الاول للبرايمري يستاذنه يقول له ايه، انا همسك انا الرول دي بدالك. طب لو ما لقاش البرايمري هيديني ايرور. طب لو اداني ايرور انا ممكن اعمل حاجه بنسميها سيز. سيز يعني يستولي على، غصب عنك يا برايمري انت مش راضي تديني الرول لانك واقع، انا هاخدها كده كده غصب عنك. يعني المفروض يعمل الحاجات دي لوحده بقى، يعني انت اللي هتعملها، انت اللي هتيجي بتدوس هتكتب امر سيز، انت اللي هتعمل الكلام ده. يعني مش هيبقى لوحده، مش هيبقى لا ده مش هياخد الرولز كده يا شباب. ده لا يا خالد ده مش زي الاو اس بي اف دي ار والبي دي ار، الدي ار وقع ياخد البي دي ار مكان. لا 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 مش كده خالص، مش كده خالص. تمام تمام يا شباب، انت اللي هتتحكم في كل ده. طيب ليه دلوقتي انا شغال يعني الاول بس هو كده خد كوبي من الرول دي او بقى الاثنين فيهم نفس الرول؟ لا ولا واحد بس؟ واحد اللي هو الاديشن بالظبط. انا خدتها من البرايمري. تمام يعني. طب الناس كده هتريجستر فين في الاديشنال اللي هي الدومين كنترولز الجديده؟ دلوقتي بقى وهنسيب البرايمري. ايوه يا شباب، هتروح لمين؟ الجهاز اللي بيلعب كدومين نيمينج ماستر رول. في حالتي دلوقتي بقى مين؟ الاديشنال. يبقى يعني كده هتروح للاديشنال. الكلام ده ما بيحصلش غير لو الحاجه وقعت انا هعملها بقى. لو الحاجه وقعت وعايز اخلي حاجة، اقول لكم على حاجه ثانيه. افرض دلوقتي ان انت مش عايز اللود كله يبقى على مكنه معينه، افرض ان انت عايز توزع اللود كله. السلام عليكم. يلا يا شباب معايا. افرض ان انت عايز ايه؟ توزع الرولز ما بين خالد. تمام. فهتيجي على المكنه الاولانيه تديها شويه رولز وتيجي على المكنه الثانيه تديها شويه رولز ثانيه. تمام. يبقى انت كده وزعت الحمل ولا لا؟ وفي نفس الوقت هنتعلم دلوقتي ان لو مكنه منهم وقع ازاي ان انت هتيجي على الثانيه وتعمل لها سيز يستولي على الرولز كده بقله الادب. طالما انت مش عايز تديها لي بالذوق هاخدها منك غصب عنك. خلاص الرول مش هتبقى معايا بقى، هتبقى على خلاص بالظبط. تمام. بس الكلام ده اللي باكد عليه ان هو مش هيتم اوتوماتيك. الكلام ده مش هيتم ايه؟ اوتوماتيك. تمام. يبقى تاني يا جدعان سجلوا اعتراضاتكم عند مايكروسوفت. انا مالي؟ هو انا اللي عاملها؟ هو انا اللي عاملها؟ هو جهازكم بيعمل حاجه جديده للحاجات للجهاز التاني؟ انا كده قلت. متاكد انك عايز يا محمد تلحق شغلك الساعه 7؟ انا ساكت اهو. ماشي. الجهاز الاولاني وقع تقدر تخلي الجهاز التاني والجهاز الاولاني وقع. الله شفت في ثانيه جه لغط الرؤيه ودخل معانا في الموضوع. شباب تاني رول عندي، اللي هي السكيما. كنا قلنا السكيما ده اللي ايه؟ اللي بيتحكم في الشكل العام للدومين كنترولر. تمام. افتح السكيما منين؟ لو جيت على تولز اكتب دايركتور سكيما. امال هعمل ايه؟ هفتح الام ام سي. تمام. ودي في سناب ان. هو اسمه ام ام سي. ام ام سي كل ده اتشرح المره اللي فاتت يا بيه. اكتب دايركتور سكيما. تمام. ضفتها. اوكي. تمام. لو جيت هنا على كلمه اكتف دايركتور سكيما كليك يمين
اوبريشن ماستر. مين الجهاز اللي بيلعب كاوبريشن ماستر دلوقتي؟ سكيما اوبريشن ماستر. الجهاز اللي اسمه برايمر يا محمد. مين الجهاز اللي بيلعب كسكيما ماستر؟ الجهاز اللي اسمه برايمر. انا على البرايمر دلوقتي تمام. طب سين انا عايزه انقل الرول دي على الاديشنال، يا اما اروح على الاديشنال وافتح الكونسول بتاعها وريجستر السكيما والكلام ده كله. تعالوا نعملها طالما الناس ما حضرتش المره اللي فاتت. لو رحت دلوقتي على الاديشنال تمام وجيت افتح الام ام سي فايل اد اور ريموف سناب ان، هو ايه الام ام سي؟ اكتف دايركتوري مايكروسوفت مانجمنت كونسول، بيجمع لي كل الكونسولز في شاشه واحده تمام. افتح هنا المايكروسوفت او الاكتف دايركتوري سكيما، احنا اتفقنا ان هي باي ديفولت مش موجوده، لازم انا اعمل لها ايه الاول؟ اريجستر الكلام ده. اريجستره ازاي؟ اللي هو ريك اس بي ار 32.exe، سوري معلش، ريك اس بي ار 32.exe مسافه سكيما حضرتك مانجمنت دوت دي ال ال انتر. قال لي سكسيدد. هي بقى بتقول ايه؟ لا لا الامر اهو اه اللي هو الامر اهو 32 ده متغير؟ لا ده امر ثابت. يعني هو 32 ما ينفعش امر ثابت. انا عمري ما جربتها قبل كده، طقت في دماغي ان انا اجربها. طب استنى كده والله ما انا مزعليك. 64 لا غلط. ماشي 32 ده مش 32 64. هو امر يا شباب. المهم دلوقتي اي حاجه في الجهاز 32 الا دي. لو جيت دلوقتي في الام ام سي ادور كده على السكيما فايل اد ريموف سناب ان اكتف دايركتور سكيما ظهرت اهي تمام. لو جيت هنا كليك يمين عليها، بس الاول هو بيشاور برضو للاسف على برايمري. اعمل ايه؟ كليك يمين واقول له تشينج اكتف دايركتوري ان انا عايز اشاور على ماستر. اوكي تمام. كليك يمين اوبريشن ماستر. مين هو الجهاز اللي بيلعب كسكيما؟ الجهاز اللي اسمه برايمري. لو حبيت اغيره وضحت كده يبقى تمام ان هو دلوقتي ايه؟ تمام. فاجي هنا اقول له تشينج يس اوكي سكسسفولي كلوز. بقى مين دلوقتي الجهاز السكيما ماستر؟ ماستر. ايه السكيما ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيظبط الشكل العام للاكتف دايركتوري. يعني مثلا الباتونز الشكل العام، البروبرتي بتاعت اليوزر شكلها عامل ازاي، كلاسز واتريبيوتس تمام. معايا هو واخد 2008 قبل كده، خليك معايا تمام. ها كده ما حدش بقى معايا كده وسعت طيب يا خالد اعمل لها سيس ساعتها على الجهاز التاني. سيب ولا هي بامر الدس الجهاز هيبقى واقع طالع عيني. ما هو الجهاز الاولاني واقع التاني شغال، هتعمل سيس ان هو يستولي على الرول. اه يا لهوي ايه فهمت النيله. لا اوعى تلعب في السكيما دايما، مايكروسوفت بتقول لك اوعى تلعب في السكيما. ما هو من كتر خطورتها مايكروسوفت خفتها وانا اللي عملت لها ريجستريشن وليد تمام. مايكروسوفت وليد معايا تاني. السكيما زي ما قلت لك يا باهي بتعبر عن الشكل العام للاكتف دايركتوري تمام. انت لو عرفت لو انت ديفلوبر وبتعرف تعمل ديفلوبمنت للداتابيس كويس قوي، انت ممكن تتحكم تحكم كامل في الاكتف دايركتوري تمام. بس خطيره. بص انا لو جيت فتحت السكيما عامله ازاي، بص الشكل بتاعها عامل ازاي تمام. على سبيل المثال في هنا عندي حاجه بنسميها اتريبيوت اسمه يوزر تمام. دي البروبرتيز بتاعته كلها. يعني لو جيت هنا دخلت على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، اجي على اي يوزر مثلا محمد باهر دبل كليك، شايف الباتونز اللي فوق دي كلها؟ اهي دي مكتوبه بالصوره اللي قدامك دي تمام. فعشان كده مايكروسوفت بتقول لك ان انا اعدل في الكلام ده بنظام بقى باينري ومش عارفه ايه، وحتى انا مش عارفه هنا اديت فيه. انا عن نفسي حتى ما بعرفش ان انا اديت فيه. لو دخلت على الاتريبيوتس مكتوب بنظام بوليان وانتجر وكلام كده ايه صعب جدا.
عشان كده عشان تقدت في السكيما حاجه من الاثنين، يا تبقى ديفلوبر او في برامج اصلا بتقدت في السكيما. على سبيل المثال قلنا المره اللي فاتت زي برنامج اسمه اكستشينج. الاكستشينج اصلا مجرد ما انا بسطبه ده، قلنا قبل كده الاكستشينج اللي هو ايه، الميل سيرفر بتاع مايكروسوفت. انا اصلا مجرد ما بسطب الاكستشينج هو بيدخل جوه السكيما اصلا وبيلعب فيها، بيضيف بقى النظام اللي هو اتريبيوت كده الخاص بالميل ومش عارفه ايه، تمام؟ يبقى هو كده بيلعب في السكيما. انما انت ابعد عن السكيما خالص يا ريف. كل ايه؟ مفروض، تمام؟ طيب الثلاثة رولز اللي بعديهم هفتحهم كلهم من Active Directory Users and Computers. هاجي على مستوى الدومين واجي هنا اقول له Operation Master، مش دول الثلاثة رولز الباقيين؟ Red Relative ID، كنا قلنا ان دي الرول المسؤولة عن توزيع السد، مش كل Object ليه سد يا باهي؟ تمام؟ مين الرول اللي مسؤولة ان هي تدي كل Object عندي سد؟ الريد ده، او الجهاز اللي بيلعب كارد، تمام؟ اللي هو في حالتي مين؟ برايم. نفس الكلام ممكن ان انتوا تعملوا له تشينج. البي تي سي ده الثلاثه دول على مستوى الدومين، جهاز واحد بس على مستوى الدومين بالظبط، تمام؟ طيب البي تي سي البرايمري دومين كنترولر كنا قلنا ان وظيفته ايه؟ ها؟ ان هو بيتحكم في السكيورتي ترانزاكشن. بمعنى كنا قلنا مثلا عندي يوزر غير الباسورد، او انا كادمن غيرت الباسورد ليوزر معين على الجهاز اللي اسمه برايمري، تمام؟ جه بعد كده اليوزر ده يعمل اوثنتيكيشن، بس جه يعمل اوثنتيكيشن للجهاز بتاع الاديشنال، ما كانش لسه حصل ريبليكيشن ما بين الاثنين، وبالتالي الباسورد لما اتغيرت لسه الكلام ده ما سمعش عند الاديشنال، صح؟ يجي اليوزر يوثنتيكيت مش هيعرف. طب والحل ساعتها الجهاز اللي هو الاديشنال هيروح للجهاز اللي بيلعب كبي دي سي اللي هو في حالتي برايمري، يقول له بقول لك ايه، اليوزر ده عايز يحاول يلوجن ومش عارف يدخل على الدومين، هو انت غيرت الباسورد بتاعته؟ تمام؟ عشان لو كان غير الباسورد بتاعته يحصل الريبليكيشن دلوقتي ساعتها للباسورد بتاعه الراجل ده، ماشي يا شباب؟ طب الانفراستراكشر قلنا ده بديل لمين؟ للجلوبال كاتالوج، صح؟ مش كنا قلنا الجلوبال كاتالوج ده نظام سيرش انجن او سيرش اندكس، اي يوزر عايز يسيرش على اي حاجه يوزر يسيرش. يعني ايه؟ مش كنا جينا هنا قبل كده ضغطت على دي الايكون دي فوق دي علامه السيرش وكنت بعمل سيرش على اي حاجه؟ انا ممكن اسيرش على يوزر، ممكن اسيرش على جروب، ممكن اسيرش على شيرد فولدر، برينتر، اسيرش على او يو، على اي حاجه. طب دلوقتي الجهازين دول اللي جنب بعض بتاع مثلا باهي وبتاع خالد، باهي عايز يسيرش على شيرد فولدر على الجهاز بتاع خالد، مش هيروح له على طول، امال هيروح لمين؟ للجهاز اللي بيلعب كجلوبال كاتالوج. للجهاز اللي بيلعب كايه يا شباب؟ جلوبال كاتالوج. وقلنا الجلوبال كاتالوج ممكن يبقى فيه اكتر من جهاز بيلعب كجلوبال كاتالوج، ده عنده معلومات كده كامله عن كل الاوبجكتس اللي موجوده على مستوى الدومين، ومعلومات بسيطه عن كل الاوبجكتس اللي موجوده في بقيه الدومينز جوه الفورست. يعني اكتر من جهاز بيلعب جلوبال كاتالوج جوه الفورست. انت تقصد عاده يعني لا جوه الدومين وجوه الفورست؟ جوه الدومين ممكن يبقى اكتر من جهاز. بدليل ان انا لما جيت حتى اعمل التاني اداني برضو علامة صح، او حطيت علامة صح انه يشتغل كجلوبال كاتالوج. انا عندي في حالتي الاتنين شغالين دلوقتي جلوبال كاتالوج، ممكن اشيله حد تاني عادي. خلاص تمام. كنا عملنا جلوبال كاتالوج ازاي؟ من اكتف دايركتري سايتس اند سيرفيسز تمام. لو جيت مثلا على السيرفر بتاع كايرو ده، كايرو تحتيه انا حاطه تحتيه السيرفر اللي اسمه برايمري، تحت الانتيتي اس سيتنج بتاعته كليك يمين بروبرتيز، الجهاز ده هنا بيلعب كايه؟ كجلوبال كاتالوج، تمام. ولو رحت على اللي هناك اللي تحت اليكس، هروح على السيرفر اللي تحت اليكس كده اللي هو مين في حالتي؟ الاديشنال. مش الاثنين كده بيلعبوا كجلوبال كاتالوج؟ صح. يبقى ممكن يكون عندي اكتر من سيرفر بيلعب كجلوبال كاتالوج. الانفراستراكشر بقى قلنا ايه وظيفتها؟ نفس وظيفه الجلوبال كاتالوج. عشان كده لو انا عندي دلوقتي كاس بيلعب كجلوبال كاتالوج، تمام، هيعمل شت داون للسيرفيس بتاعه الانفراستراكشر، هيعمل شت داون للسيرفيس بتاعه ايه؟ الانفراستراكشر.
حد وقع مني كده في حاجه، وطبعا ان انا اعمل لهم سيز او سوري اعمل لهم ترانسفير يعني بنفس الطريقه اوبريشن ماستر تمام، ونفس الطريقه ان انا اقول له تشينج، نفس الطريقه يا شباب اقول له تشينج. حد وقع كده في حاجه؟ طيب اللي انا عملته ده باوامر مين؟ باوامر ايه؟ جو. عايز اعمل الكلام ده بقى باوامر الدوس، عايز اعمله بايه؟ باوامر الدوس تمام. هتلاقوا في ملف كده هنا عندكم في السكريبتات اللي انتوا واخدينها سي اس اي 2012 سكريبت تمام. علشان ان انا دلوقتي اعمل ترانسفير للرولز عن طريق الامر اسمه انت دي اس يوتيل، عن طريق امر اسمه يا شباب انت دي اس يوتيل، الاول ممكن اقول له نت دام كويري فيزمو، الامر ده عشان اعرف الرول بتاعتي على مين، الامر ده عشان ايه؟ اعرف الرولز بتاعتي على مين. يعني تعالوا مثلا اخد كوبي كده من الامر ده، هاجي على الاديشنال مثلا تحت السي ام دي ايه ندم ندم مسافه كويري مسافه فيزمو، فيزمو دي اسم الرولز القديمه كان زمان اسمها فيزمو تمام، انا حتى مش فاكره الاختصار بتاعها. يعني مين السكيما ماستر؟ ماستر دوت سيتا دوت لوكال. مين الدومين نيمينج؟ ماستر. مين البي دي سي؟ مين الريد؟ مين الانفراستراكشر؟ واضحه كده؟ طب سي دلوقتي الاول فين؟ مستنيم على ماستر. سي دلوقتي ان انا عايزه اخد الثلاثه دول، عايزه ايه يا شباب؟ اخد الثلاثه دول، هدخل تحت ام تي دي اس يوتيل، هدخل تحت مين؟ ام تي دي اس يوتيل تمام. وبعد كده هنا اقول له الملف رولز، وبعد كده كونكشن. تاخدهم ازاي يعني؟ لا اقصد الرولز تكتبها يعني تمام، رولز كونكشنز تمام. ده يعتبر كده ان انا فتحت الكونسول بتاع الانتي دي اس يوتيل، بس مش بيشاور على سيرفر معين، فانا هقول له هنا كونكت. حاضر يا خالد. تو سيرفر، السيرفر بتاعي اسمه ايه؟ ماستر تمام. فقال لي كده الكونسول بتاعي خلاص بقى بيشاور على ماستر. يا خالد تاني، انا كده بعمل ترانسفير للرولز عن طريق ايه؟ عن طريق الدوس تمام؟ واتفر بقى، انا هوريك الاوامر كلها واتفر. شوف الرول اللي انت عايز تاخدها. ايوه ماشي، دي الاوامر هي كده انت دي اس يوتيل، بعد كده رولز، بعد كده كونكشنز، وبعد كده تكونكت على السيرفر اللي انت واقف عليه عن طريق امر كونكت تو سيرفر، وتحدد اسم السيرفر بتاعك تمام كده. وبعد كده مش مشكله يعني، هي امر الدوس كلها مفهومه جت على دي. بعد كده هكويت، انا عايز اغير الريد وعايز اغير البي دي سي، اخليهم بدل ما هم باين اخليهم ماستر. طب انا كده بقى ترانسفير. نعم انا كده عملت كويت ليه بالظبط؟ كويت للي انا كنت واقف عليها اخر حاجه، انا كنت تحت مين يا شباب؟ فين 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 فين؟ اهي كنت تحت السيرفر كونكشنز، فقلت له كويت، فرجعت تاني على الفيزمو مينتنانس. انا الاول كنت تحت الفيزمو مينتنانس تمام، ولما قلت له كونكشنز دخلني على السيرفر كونكشن. قلت له هنا في المود ده، المود اللي انا واقفه فيه ده، قلت له كونكت تو سيرفر، وبعد كده رجعت تاني كويت عشان اطلع على الفيزمو مينتنانس. وعلى فكره يا شباب الاوامر اللي في المود ده ممكن ان انا ما اكتبهاش كامله زي سيسكو بالظبط كده تمام، مش شرط ان انا اكتبها زي اوامر الدوس الرخمه كده نفس الامر لا، ممكن اكتب شويه حروف منه تمام. لو قلت له هنا ترانسفير، سوري انا عايزه اوريها لكم انتر ترانسفير على علامه استفهام هيلب. طيب هيلب الاوامر كلها عشان ما تحفظوش. ترانسفير عايزين تعملوا ترانسفير لمين؟ نيم ماستر، بي دي سي، ريد، سكيما ماستر تمام.
شوفوا انتوا عايزين واللي فوق اهي الانفراستراكشر ماستر بدل ما تضطروا تحفظوا تمام. بس في حاجه امر ترانسفير لازم السيرفر الثاني يكون موجود. امر ترانسفير لازم ايه يا شباب؟ السيرفر الثاني يكون موجود. طب لو السيرفر الثاني وقع سيز يعني ايه؟ يستولي عنه يعني غصب عنه حتى لو وقع هاخد انا الرول دي تمام. انا ناقصني هنا ان انا اعمل ترانسفير لمين؟ للبي دي سي الار اي دي والله هنا ترانسفير للبي دي سي ار يو شور يس تمام. وناقصني مين كمان؟ ترانسفير للريد يس تمام. وناقصني ايه كمان؟ ترانسفير للانفراستراكشر ماستر. نعم خلاص كده في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ اوكي بعد كده هكويت ايوه كويت تاني تمام. مش انا كنت استخدمت من شويه امر نت داون كويري فيزمو؟ نشوف المره دي الفيزمو اتنقلت عندي فعلا ولا لا. بيتشيك بقى دلوقتي عليهم تمام كلهم بقوا ماستر ولا لا. طب لو رحت على السيرفر تاني ده اللي هو البرايمري لو جيت على سبيل المثال على اكتف دايركتور يوزرز اند كمبيوترز كليك يمين بروبرتيز سوري كليك يمين اوبريشن ماستر تمام. مين هو دلوقتي اللي ماسكهم؟ الماستر. مين دلوقتي اللي ماسكهم يا شباب؟ الماستر. واضحه؟ طب تعالوا نعمل نفس الحركه بس تعالوا اوقع سيرفر. تعالوا اعمل ايه؟ خدوا بالكم الماستر بتاعي دلوقتي هو اللي ماسك كل حاجه. هاجي على البرايمري واخليه يعمل ايه المره دي بقى؟ سيز. هخليه يعمل ايه؟ سيز. بس هوقف الماستر تمام. فبدل ما اوقفه خالص انا بس هعمل ديسيبل لكارت الشبكه. وانا اوقفه خالص ازاي؟ انت ممكن تعمل شوت داون للماشين بس بدل ما اعمل لها شوت داون عشان هحتاجها كمان شويه. المهم ان ما يبقاش فيه كونكتيفيتي ما بين الاثنين. فاجي هنا على كارت الشبكه واعمل له ايه؟ ديسيبل تمام. واجي على المكنه بتاعت البرايمري افتح الدوس واقول له هنا ان تي دي اس يوتيل رولز كونكشنز connect to server primary كده بقى البرايمري خلاص تمام. كويت تمام. هيلب بقى كده عشان اشوف الاوامر بتاعتي. تعالوا كده نجرب لو قلت له ترانسفير نيمينج ماستر. انتر يس. بصوا الدنيا وقفت ازاي صح؟ الدنيا هنجت تهنيجه كده جامده تمام. هيقعد حبه كده وبعد كده هيديني ايرور. فبدل ترانسفير بقى نقول له ايه؟ سيز بقى. يلا سيز. هقف الفيديو على ما يدي الايرور عشان بيطول ساعتها شويه. الحمد لله ادى الايرور اهو تمام. كودنت بي كونتاكتد مش قادر ان هو يكونكت على السيرفر الثاني. فهقول له بقى المره دي بدل ترانسفير في عندي هنا سيز فين 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 الامر اللي انا عايزاه؟ نيمينج ماستر انتر. اوكي هو في الاول بيحاول ان هو ياخدها بالذوق. هو بيحاول الاول ان هو ترانسفير. حاضر تمام. قال لي هنا ان هو كده خلاص ترانسفير سكسسفولي لما انا عملت ايه؟ بس هو عمل خطوات كتير ورا بعض كده يعني. ماشي كان بيجيبها عادي يعني مش مشكله يعني. لا هو عمل يعني عمل كل الكلام ده تاني يا جدعان مش هخلص عليه دي كده خفت اوامر وبعد كده وقف بتاع
دقيقتين كده ثلاثه بعد كده تكمل. اه لان هو بيحاول ان هو يسيز. بيحاول ان هو يستوعب بيتشيك الاول عمل قعد يديرولات والكلام من ده يعني. قعد يديرول وبعد كده وقف بعد كده كمل. هو هنا مد فين؟ هو هنا قال لي ان هو سكسسفولي خلاص ان هو جاب. اه ماشي ما هو فوق ده كان خلاص لما كنت بعمل له ترانسفير يا باهي. انما المره دي بعمل له ايه؟ سيز. فين بدايه الامر؟ سيز. الايرور اللي فات كان بتاع الترانسفير المره دي اداني ايه؟ طب ما هو هنا بيقول اهو سيز نوت ريكوايرد. بس قال لي خلاص ان هي ترانسفير سكسسفولي. اه هو قال لي كده بس هو ترانسفير سكسسفولي. قال لي ان الدنيا اتنقلت كده تمام. متشيك انت مستعجل. لو جيت هنا تشيك عليه اكتف دايركتوري انا كنت بنقل ايه الاول؟ الدومين نيمينج تمام؟ يبقى هاجي هنا على اكتف دايركتوري. هنا تقول اكتف دايركتوري دومينز اند تراستس. كليك يمين اوبريشن ماستر. قال لي ان هي خلاص كده بقى برايم. فهو كده فعلا نقل تمام. هاجي بس كده بقى على التاني ان انا اقومه. هو انت لسه معدي رايه يا باشمهندس؟ نعم يا باشا. احنا كنا عاملين كومنتس في السي دي ان هو هيبقى ماستر تاني كده. ايه؟ ايوه هو لسه رانورين على لسه كده ده دلوقتي. اه بقى. لا اللي هو قبل ما يندهوا عليا بره كنت عملته سيز. اه تمام خلاص. هتعمل بقى نفس الكلام ده على كل رولز. بدل ما تقول له ترانسفير هتقول له ايه يا محمد؟ بس حد الجهاز واقع. اي ترانسفير لما تكون الدنيا قايمه. الدنيا واقعه التاني واقعه تقول له ايه؟ سيز. طب والسيز ده ما فيهوش اي حاجه غلط او مثلا اصل انت كده كده ما فيش قدامك غير انك تعمل سيز. اصل السيز دي اصلا معناها يعني حاجه يستوي على اجباري يعني. اجباري اه انت بتاخد غصب عنك مثلا. مش مشكله. لا اصل كده انت ما فيش قدامك حل غير ده. يعني انت عندك السيرفر الرئيسي واقع هتتصرف ازاي؟ ما انت لازم تاخد الرولز. ماشي شباب الدنيا كلها تاني كده رجعت تاني. تعالوا بقى نظبط ان يبقى السيرفر الرئيسي ده هو اللي عليه كل الرولز. لان دلوقتي انا هعمل ان انستول الاديشنال. هعمل عليه ايه دلوقتي؟ طب سؤال بس. اي يا باشا هو لو كله قايم وانا عملت سيز هياخد برضه الرولز؟ لو كله قايم ايه؟ يعني لو الاثنين بقوا برايم. لو الاثنين بقوا دومين نيمينج ماستر رول مثلا والاثنين قاموا تمام هيحصل نيجوشيشن ما بينهم. لا وانا عملت سيز عادي برضه مش محتاج تعمل سيز. ليه؟ يعني لو عملت سيز يعني هيعملها ترانسفير عادي. حتى لو قلت له سيز هو في الاول بيقول لك اتمت تو ترانسفير. لو ما عرفش يترانسفير ساعتها هيحاولوا انه يسيز. علشان كده قعد يقول لي ايرور مش عارف ايه وبعد كده عمل سيز. لانه كان في الحاول بيحاول يعمل ايه؟ ترانسفير الاول. لو انا قومت الماستر دلوقتي والماستر احنا كنا عاملين ان هو ماستر وصح. هيحصل نيجوشيشن ما بينهم. ايوه بقى ايه بقى؟ لا مش عارف بقى هيرفع لايه. تعال نجربها كده بس هيحصل نيجوشيشن ما بينهم. احنا كنا بنعمل الرولز بتاعت مين؟ اللي كنت نقلتها اللي هي الدومين نيمينج تمام؟ على مستوى هنا اوبريشن ماستر ده لسه هنا ماستر والطرف الثاني برايمري. طب تعالوا نرفرش بقى كده. هو انا ما عملتهاش قبل ما انا عملت انيبل ما عملتهاش قبل كده بس ممكن مثلا يكون ليها علاقه بقى بالريبليكيشن تمام. طب ما لو ليها علاقه بالريبليكيشن اكيد هيبقى برايمري. ده برايمري الطرف التاني. هنعمل هنا ريفرش. ما انا هعمل ريفرش اقول لكم تعالوا نعمل له كده ريبليكيت ونجرب الحركه دي. لسه حاسس نفسه ان هو الماستر. تعالوا نعمل ريبليكيت كده بايدي. ريب ادمن على الاوبشن اللي انا عايزاه اللي هو ما اصلا بحاول ان انا ما احفظش يا خالد بس يعني الاوامر كتيره جدا يعني اصلا بما في الكفايه. على ريبليكيت تمام واجي هنا اقول له
صيغه الامر ايه؟ الديستنيشن الاول، ماستر، السورس، برايمري، الدي سي بيساوي سيتا، الدي سي يساوي لوكال. وانا دلوقتي الحاجه فين؟ على المصنع كومبليت سكسسفلي. لا في حاجات هنا وفي حاجات هنا، في بعض الحاجات هنا وفي بعض الحاجات هنا. لا تقريبا لازم اظبطها بايدي بقى يا شباب، لان هنا هو تاني بس ايه بس عشان لا شكلي كده ان انا لازم اظبطها بايدي بقى. انت شغال هو الدنيا قايمه عادي، بس انا كل اللي فيها لازم اظبطه بنفسي بقى. تشينج. طب وانا عامل تشينج ليه؟ ما انا اصلا عايز اقوم. كلام الدنيا قايمه اسيبها بقى وخلاص. طب ثانيه واحده بس. لا في كده غلط، في كده مشكله على الاثنين. مشكلة ليه؟ ما هو ده برايم وده برايم، احنا عملنا قبل كده خلاص. مش عملنا قبل كده؟ سيرفنج از اوبريشن تو عملت ريبليكيت بس تقريبا ريبليكيت مالهاش علاقة بده. تعالوا اخد بس الاول كل الرولز تقريبا بقى، محتاجة ريستارت كده يحل لي الحوار ده. اوبريشن ماستر، هاجي هنا اقول له ان انا عايز البرايمري تمام، وده برضه البرايمري، لان زي ما قلت لكم انا ناويه ان انا اوقع الاديشن. ايه يا محمد؟ عايز اعرف بقى النوجيشن حصل في حد الاثنين. طيب ما دي بقول لك انا ما جربتهاش قبل كده حته النوجيشن، انا قريتها كمعلومه انما ما طيب ما انا بقول لك انا اول مره اعملها حته الريبليكيت دي. انا بجرب معاكم دلوقتي حته النوجيشن دي هترسى على ايه. تمام اقول لك على حاجه، اجي عند اديشنال ورسيته خالص. المفروض بقى مثلا يوزر كده مش هيحصل ايه؟ نعم؟ مثلا يوزر مثلا في اي واحد لا اليوزر ملوش علاقه، اليوزر ده ليه علاقه بالريبليكيشن العادي. انا دلوقتي عايزه انقل الرولز، في فرق ما بين ده وما بين ده تمام؟ اللي انا عايزه انقله هو مين؟ الرولز العادي. اما الرولز ما بتشتغلش انما ان انا اضيف يوزر ده هيبقى ليه علاقه بالريبليكيشن العادي، ملوش اي علاقه نهائي بنقل الرولز. لما يرسب بقى اوقف كده.